والله أداء غير منتظر، كناش نصور كما هكا كما قبل منتخب مفرحنا يوصل أدوار مقدمة. السنة فماش روح، فما حد شيء. تفرجنا على كيب كان مش المنتخب التونسي كما معودنا، ترجع قدام متقدمة، كما شفنا قدام بلجيكا اللي هي معناتها مش مترشحة كأس العالم، جت بلاصة روسيا مضيفة. كيفاش ربحتنا؟ كيفاش البحرين ما عندهاش تاريخ كيفنا نحن وخرجت؟ هلا غالب كما يقولوا مكتب هو جديد نتاع كرة اليد. مردود هزيل فهمتي أول حاجة، ثاني حاجة احنا ما نجمناش انترينور من الخارج، الانترينور التونسي يفهم الاولاد التوانسه ويعرف ويدور من كيف ليكيب اول حاجه. ثاني حاجه الغلطه نتاعه هو ما خلاش اوساتور في ليكيب، فهمتي؟ نورمالمون الاوساتور كيما ليكيب دو فوت كيما ليكيب دو هون تلقى اوساتور، تلقى فيها زوج من الناس من الخدم والاخرين جدد، مازالوا مش مستانسين بالكوب دي موند ومباريات كوب دي موند. هذا انا انشقه وهذا راي خاص. الاطار الفني التونسي يعرف الاولاد، يعرف من كل كيف يعرف سيتان سيليكسيونور، هو راه مش في فورمي العباد، سيتان سيليكسيونور يعرف كيما سيليكسيوني واش حاجته لي بوزوان نتاعو وما ينحيش القدم. فما القدم يصلحوا مازالوا القدم يصلحوا، تخلي زوج من الناس القدم مش معقول. فما اوساتور، فما جارديان يعمل كيف سي فري، اما ديفونس امورها متعبه فهمتي. لاتاك بلوز او موان فما ديمي سونتر زاد يعمل كيف، هذوك زوج من الناس اللي قدم اللي قاعدوا هما اللي قاعدين بوغارمي والديمي سونتر الاخرين كل جدد مازالوا ما يفهموش. لازم اوساتور الجامعه خذات انتدبت حسب السي في، هما يجيبوا حسب السي في فهمتي، انتدبوا الممرن هذا ما مشاش هكا كيما الممرنين في كرة اليد ولا في كرة الطائرة ولا في كل شيء. ولا انا قلت لك عطيتك الحلول، فما ناس لازمهم يرجعوا لكيب ناسيونال فهمتي، وتجيب اطار فني تونسي بحت. انت تقول لي تو وسام حماه مثلا ادجوان ما عندوش كلمه كيما الكونترولور، هو اللي يحكم الكونترولور من يعرفه، هذا نكره مش معروف برشا، راه جبناش حاجه كبيره. شوف انت في كيب تاع فرنسا كرابيتش تو يلعب، كرابيتش تو مازال يلعب فهمتي، شوف قداش عنده من الكوب وقداش من الشامبيونات قداش من فهمتي، خاطر يعرفوا الناس تخدم هذوك اللي يهزوا ليكيب شويه حتى مورالمون حتى بالجو حتى كيما تصوروا انت. اي تبعناها دوره وكنا نستناو فيها دوره وكنا نستناو في كيب ناسيونال، معناها اللي ديما مسنستنا باللعبه نتاعها بك الحماس نتاعها بالحق بك الروح، وتخانا نحن زاد نتبعوا فيها بنفس الروح. ولكن سامحني برجوليه بالحق، معناها ليكيب نتاعنا هذيا سيرتو هذه في الدوره هذيا مش وجه مخيب، ماهوش وجه هزيل، ماهوش باللي مش نقول لك وباللي مش نحكي لك برجولي. انا جامي انا نتبع في الهوند ونتبع في الفوت ونتبع في كل شيء، معناها توسكي كيم ناسيونال دي نحن يا رسول الله دي تونس تقول، معناها الشعب التونسي في حاجه الفرحه، ومو على الاقل هكا هزنا دوزيام تور نعيشوا معاكم على الاقل فرحه نتاع توانسه. انت يا رسول الله معناها ما يزيش الوضع نتاعنا ما شاء الله، وزيد انت معناها تتجزمنا كما هكا، هذه أول حاجة. ثاني حاجة هما وقت اللي كيب ناسيونال فوت وقت اللي لعبت وما ترشحتش دور ثاني لاموا عليها هما نفسهم جوارات للعوط، وهذه مش وطنية وهذه مش وطنية، والناس راهو اللي يلبس المريول نتاع الوطني راهو يعرف اش معناها قيمته. ها هو هذا زاد طيح قيمة قيمة الساعة أول حاجة، المستوى نتاع الهوند نتاعنا فهمني، اللي نحن 16 فوا نترشحوا كوب دو موند وبلجيكا لاول مره، معناها ما عندهاش حتى معناها الهوات ما عندهاش حتى بطوله محترفه، انت حتى جوار محترف يا رسول الله تلعب بكل الواحد هذاك، وما نعرفش انا ما نعرفش شنو في مخاخ الجوارات في مخاخ الاطار الفني نتاعنا. اللهم صل على النبي وسام حمام، راك وسام حمام راك بطل من الابطال نتاعنا، راك إذا كان توصل أنت معناها تورينا الوجه المشرف هذايا. لا سامحني برجو ليا والله بالحق سامحني، هذا واحد يمشي ما عرفش يتبع حوايج خرين سايب علينا من الكورة، والمسؤولين زاد يعاود حساباتهم والجامعة وكل شيء. يا خويا عاود حسابات من الأول وجديد، وما يساش تنصبر عليكم 10 سنين أخرين حتى لين تحاولوا أموان نهار تفرحونا ونهار تعديونا نحن دور ثاني ولا دور حتى لنصف النهائي، ونهيك الميسيونال تاع 2005 واللي من بعد واللي من بعد اللي وصلوا بالحق فرحونا. بس لا سامحني حتى مجهود يستاهل كلمة برافو ولا الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.